السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديال حليمة الفيلالي. اليوم نقدم لكم كرواسا تحضير منزلي، كتجي مرقة زوينة بزاف ومقاديرها بسيطة، والطريقة ديال التحضير ديالها جد سهلة. دعوا على بركة الله بالمقادير. غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق الأبيض، نوع يكون جيد، واحد خميرة كيماوية 8 غرام ما يعادل ملعقة صغيرة، واحد كيس فاني، ملعقة كبيرة حليب بودرة، اللي ما عندهاش ممكن استغناء عليه وتعويض الماء بالحليب السائل، معلقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، قليل من الملح، جوج معالق كبار ديال السكر سنيدة، واحد بيضة غنستغل الأصفر لدهن وتزيين، والأبيض غنديرو في العجين، شوية ديال النشا للتوراق، جوج معالق كبار ديال الزبدة بحرارة المطبخ، وماء دافئ باش نجمع العجين، وزبدة للتوراق. غادي نغرب الدقيق في القصعة، غادي ناخد منو واحد شوية، الجد اللي بغيتو. غادي نضيف هنايا الخمارة مع هاد الطحين ونخليه هاد الخليط هذا. غادي نضيف ليه السكر والملح وحليب بودرة والخميرة، نحرك هكذايا ونضيف قليل من الماء تقريبا واحد الكاس، ونخلط مزيان. نيدو مهم بزاف، يعني الحليب غبرة مهم بزاف للمعجنات، كيعطيها واحد الطراوة حتى المذاق كيجي فيها زوين. كما قلت لكم الا ما كانش فعوض ديالو غادي ديرو عوض الماء غادي ديرو الحليب سائل. غنخلط مزيان ونخليها ترتاح ليا 10 دقائق. كدوز 10 دقائق و تيتفاعل ليا هذاك الخليط، فانا هاد العجينه غادي نضيف ليها الخماره، جوج معالق ديال الزبده بحرارة المطبخ، وغادي نضيف الابيض ديال البيضه، غير الابيض والاصفر غنحتفظ به. غنخلط ونضيف هذا الخليط اللي تفاعل ونجمع كل شيء. العجينه خاصها تكون شويه مرخوفه، نسيت الفاني، احتاجيت الماء ونضيف. المهم في الاول انا كندير كاس، تقريبا المهم تحسوا بان الخليط هو هذاك، صافي حبسوه ما حقيتوه صح، زيدوه الماء. صافي غادي نجمعها وندلكها مزيان، هاي العجينه بعد ما ساليتها بالدليك
خصها تكون مرخوفه كما قلت لكم. الا احتاجيتو اكثر من كاس ديال الماء زيدوه شي مشكل. دابا غادي نقسم هاد العجينه بعد ما كندهن يدي بالماء ولا بالزيت، غنحاول نشكل منها كويرات على حساب انا نعاود نقادهم الا ما عطاونيش 8 اولا 9 اولا 10 ديال الكويرات. خصكم ضروري ترخفوا العجينه باش كتعاونكم في طليق الدلاك، وفي نفس الوقت كتجي حتى زوينه العجينه كل ما كانت مرقوفه كتجي مزيانه. انا غنكمل التقسيم ديالها ونرجع. ها هي العجينه ديالي بعد ما قسمتها 8 ديال الكويرات، غطيتها بالفيلم اليمونتي باش نخليها ترتاح واحد شويه. دابا غادي نبدا نشتغل بها، غادي ندير شويه ديال النشا. اللي ما عندهاش نشا ممكن تعوضوا بالدقيق، هو النشا كيبقى احسن حاجه للتوراق، هو كيورق العجين مزيان. نطلق ورقق العجينه، ندير الزبده. انا استعملت الزبده، الا ما عندكمش تستعملوا اي زبده بغيتو حاره في المطبخ. وغادي نطلق ندير شويه كتايا ونجيب عجينه اخرى نطلقها بنفس الطريقه، ندير شويه النشا هيا. وبنفس الطريقه غادي ندير النشا شويه ديال الزبده، ممكن تستعملوا الزبده العاديه هي هذه ديال التوراق كتصلح مزيان للتوراق. غادي نجيب هذه ونحطها فوقها، نجيب واحدة اخرى وغنستمر بنفس الطريقة. وممكن تشتغلوا بهذه الطريقة انكم تطلقوا العجينة كاملة وتجيو وديروا واحدة فوق واحدة وانتم كتعمروا هكا حسن، انك الزبدة مي كتبقى تديريها كتبقى تقيس لك يدك وتعاودي تطلقي العجينة كتبقى تقاس لك، اللهم هكا ديني حسن. وشوية ديال النشا، حاولوا تقيسوا الجنيبات كاملين بهذه الزبده. وندير تبقى نستمر هكذايا. الزبده راني زدت ذوبتها باش تعاوني اكثر، قبيلات كانت شويه قاصحه. ملي كنوصل لاخر وحده فانا ما كندهنها ما كندير حتى حاجه، كنخليها كما هي وكنجيب المدلك وكنطلق مزيان، كنرققها مزيان وكنحاول نديرها مقادة ما تجينيش جهة غليظة وجهة رقيقة. نلقاها بهذا الشكل صافي. دابا غادي نشد العجينة وغادي نقسمها الأول على جوج هكا، عاود نقسمها على ربعه،
ماما ونزيد نقسم على 8. الا بغيتو تخليهم هكا غادي تخليهم، بغيتو ديفو الشوكولا فانتوما غادي ديفوها ماشي مشكل. درت فيهم قطع ديال الشوكولا، دابا غادي نجم هنا في هاد الطرف وغادي نبدا كنطوي بهاد الطريقه هادي. هادو راهم كيجيو كبار، الا بغيتو تصغروهم غادي تصغروهم وتزيدو تقسموا العجينه على هاد الشكل كتجي. غنديرها في واحد اللاطه ديال الفران وغادي نستمر نفس الطريقه. تجي هكا وهنا كنلولب فيهم. اللي كتبان لكم القاعده ديال هذه اللقه بحال هذه، فانت بيدك غادي توسعيها وطوي بهذه الطريقه، كتوصلي للاخير صافي وتحطيها على هذا الشكل. شي هادي حتى هي غنوسع ليها القاعده ديالها هكذايا. هاي الكرواسه بعد ما ساليتها كامله بالطويان درتها في واحد الصفيحه ديال الفرن وبعت بيناتهم، لانه من غادي يخمر ويزيد يطيب غادي يتلاصقوا، ما هما كتباعدوهم وخليهم يخمروا ماشي بزاف واحد نص ساعه، يقدر يكون اقل او اكثر على حساب الجو. هاي الكرواسه من كتخمر ليا كتنفخ كما كتلاحظوا كي يستضعف الحجم ديالها. دابا غنسخن الفران نشعلو باش يسخن مزيان، وفي هذه الاثناء انا غادي ندهنها بالبيض. كنجيب اصفر البيضه اللي بقى ليا، كنضيف ليه واحد المعلقه صغيره ديال سكر سنيده، وكنضيف ليه جهد معلقه كبيره ديال الحليب، كنخلط مزيان غير معلقه الى صفرت البيض ما كيحتاجش للفرشيطه اولا للقراب. دابا غادي ندهن البيض في الكرواسه كامله. فران كما قلت لكم راه تيسخن، خاصو يكون سخون من ندخلو له هاد الكرواسه. غادي ندهنها كامله العافيه. من ندخل الكرواسه خاصها نقصو منها ما تبقاش مجهده باش يتحمر على خاطرها وتطيب وتورق على خاطرها. اما الا كانت العافيه مجهده فهي غادي تنفخ وتبقى من الداخل ما مورقاش. صافي انا سلتها بالدهن، غادي نديرها دابا في الجهه الفوقانيه ديال الفران حتى تشد راسها مزيان ونشوفها بدات كتحمر ليا من التحت. عاد نهبطها كما قلت لكم الحراره ما تكونش مرتفعه بزاف باش نعطيوها حقها باش تاخذ حقها في الطياب وتطيب على خاطرها. ما زربوش عليها في العافيه، نقصوا العافيه ودخلوها، ومن بعد من تحمروها تهبطوها لتحت زيدوا نقصوا العافيه باش تحمر وما تخطفش. الكرواسه كتجي هائله في الشكل ديالها، مرقه من الداخل كما كتلاحظوا، وحتى من برا راه كيبان الفويتاج ديالها كما كتشوفوا. كتجي لذيذه وسهله في التحضير ومقاديرها بسيطه. بالنسبه لصفر البيض انا زدت ليه الحليب باش نحيد ديك الزفوريه ديالو، الا ما كانش ممكن تعوضوه بنقطه ديال الخل. وبالنسبه للسكر اللي كتبغيها تجيها حلوه كتضيف السكر اكثر، ممكن توصلي حتى 4 المعالق يعني تقريبا واحد نص كاس، انا كنكتفي بجوج معالق. كنتمنى تجربوها، ولا عجبكم هذا الفيديو بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ودعموني باللايكات وبالتعليقات ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.